القسم الخامس عباقرة العائلات، مباراة جميلة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. عيلة الجمولة 50، عيلة مرسي 40. سؤال واحد بس ما تجاوبش في الفقرة الأولى. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. واحد لواحد من مكاننا. أول سؤال معلومات عامة للأستاذ محمد والأستاذ حسن. محدش طبعاً هيتكلم من الفرقتين، اتفقنا؟ معلومات عامة، والسؤال هو: خصصت كارلوتا لبنشتاين ثروتها بالكامل للكلب جونتر الثالث، فما هي جنسيتها؟ أستاذ حسن، خطفت البازر، إجابتك؟ ألمانية. ألمانية. بتخمن ولا بتجاوب؟ لا بخمن. بتخمن من اسمها كده. من اسمها. هي تبرعت $80 مليون للكلب ده ولنسله لحد ما وصلت ثروة جونتر السادس حفيده $400 مليون. والله حاجة لا تصدق. نتفليكس عملت فيلم عن الحكاية دي. ألمانية، اتعادلتوا. إجابة صحيحة. عشان نقط النتيجة، تعادل 50-50. سؤال في الرياضة، علي وحسام، حسام وعلي، رياضة، والسؤال هو: ما هو الملعب الذي استضافه المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم عام 2022؟ علي. قطر. لا، أنا ما قلتش الدولة، أنا قلت الاستاد. طبعا هي كانت في قطر، بس الاستاد كان اسمه ايه؟ علي. إجابة خاطئة. سعة الاستاد 88,966 مقعد. حسام، عندك الإجابة؟ لا للأسف. ما عندكش الإجابة. مين يا عمر؟ لوسيل. طبعا لوسيل، استاد صديق للبيئة. والنهائي طبعا انتهى 3-3 ما بين الأرجنتين وفرنسا، والأرجنتين كسبت بركلات الترجيح 4-2. تاني سؤال ما يتجاوبش. دلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، عمر ومدام فريدة. مالك يا مدام فريدة؟ دبسوكي دبسوكي. الحمد لله، دبسوني. السؤال اللي جاي سهل، سؤال سهل مش صعب. تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة أسيوية يقع المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا زي تي؟ كنت هقول لك معلومة تفيدك. إجابتك يا عمر: الصين. اتأسست 1985. عمر، الصين، إجابة صحيحة. شركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إيراداتها وصلت لأكثر من $18 مليار. عندها فروع في حوالي 160 دولة. النتيجة اتغيرت، 60 عيلة الجمولة، 50 عيلة مرسي. سؤال في القدرات الذهنية، مدام مروة ومحمد. شايفين فرق السن؟ خلي بالك، انت ماسكة حسابات البيت؟ يعني انا كده قلقت. انا قلقت. انا كمان. وانت كمان قلقت. ربنا يستر. انا اللي خلي بالي. خلي بالك جدا. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 4 × 78 + 12 + 33 يساوي كام؟ 4 × 78 + 12 + 33 يساوي كام؟ مدام مروة. 267. 267. حسابات البيت متلخبطة على الآخر. إجابة خاطئة.
محمد 59. لا تأمن لمكر الصغار، مش قلتلك محمد؟ برافو عليك، إجابة صحيحة. عائلة مرسي اتعادلت تاني 60-60. مباراة صعبة جدا على الفرقتين. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديل. سينما ومسرح وسؤالهم. فنانة راحلة قامت بدور ليلى في فيلم ليلى بنت الشاطئ، فمن هي؟ مدام فريدة إجابتك. ليلى بنت الشاطئ. ليلى فوزي. ليلى فوزي إجابة صحيحة. بطولة محمد فوزي، فايزة أحمد، عباس فارس، ووداد حمدي. النتيجة 70 عيلة مرسي، 60 عيلة الجمولة. أغاني موسيقى والسؤال هو: فنان شارقة أمل وهبي غناء يا بت بيقولك أبوكي، فمن هو؟ أستاذ حسن إجابتك. الرئيس متقال. إجابة صحيحة. كلمات الشاعر حسن رياض وألحان مدحت الخولي. النتيجة 80 عيلة مرسي، 60 عيلة الجمولة. لوحات ومعالم والسؤال هو: في أي من دول جنوب شرق آسيا يقع مسجد عابدين؟ محمد خطف البزر من عمر. إجابتك. ماليزيا. بناه السلطان زين العابدين الثاني من 1793 ل 1808. ماليزيا. محمد إجابة صحيحة. بناه الأول من الخشب وبعد كده جددوه من الطوب. سعته بتصل لحوالي 2500 مصلي. النتيجة اتغيرت: 90 عيلة مرسي، 60 عيلة الجمولة. السؤال اللي جاي احنا بنسميه السهل الممتنع، محدش يستعجل ونفكر كويس. سرعة البديهة والسؤال هو: رقمان حاصل ضربهما 16 وحاصل جمعهما 17، فما هما؟ محمد. 1 و16. 1 و16 إجابة صحيحة. عائلة مرسي جاوبت فقرة الفنون بالكامل، كلكم بتحاولوا تدوسوا على البزر أنا شايف، بس على فكرة البزر مش ما هو كلكم بتحاولوا، واحد بس اللي هينجح، اللي نجح محمد. كلكم بتحاولوا، هارد لك. النتيجة في نهاية الفقرة: 100 عيلة مرسي، 60 عيلة الجمولة. سؤالين ما تجاوبوش لحد دلوقتي في الحلقة. مباراة مش سهلة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 70 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 35,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 80,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي.